شلونك سالم؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا. طيب ان شاء الله تقول بالعافيه. من مسوى عليها؟ السلام عليكم. سلام عليكم. قومي بالسلام ان شاء الله. شو الوضعها؟ تختنق هي؟ اي، وهسه خاليها يعني نعطيها علاجات وخاليها اكسجين ونسوي لها تحاليل ويعني وايكو تحاضير. قومي بالسلام ان شاء الله. طيب ان شاء الله. طيب. السلام عليكم. شلون الحجية؟ شلون شمها؟ الحمد لله. قصة ولا شلون؟ قصة الحجية. يوم جيتي؟ يلا ان شاء الله قومي بالسلامة. الله يسلمك. شو وضعها؟ اخصائي. ماخذ جرعة عالية من علاج مال القلب فصاير عندها تسمم. وعندها عدم انتظام يعني مدققات القلب. يعني تباطؤ تباطؤ. قومي بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. لا تاخذين بعد دواء بكيفك. تمام. طبيبة تشطيك. يلا موفق ان شاء الله. الله يسلمك. تعرف لك ايش؟ شلون تاخذك؟ شلونك زين؟ شو قاعد تدلع علينا؟ ها؟ بسرعة بسرعة استاذ بعد. شو جيت؟ اليوم دخلت. خيرك؟ صدري تنق. يوجعنا عند الم. اليوم دخلت الصبح. شو هو؟ قوة تنفس. اجى اي اجى مخنوق ووجع صدره، هو اصلا عنده ضغط وسكر. دايجنوست. بليز. تشخيص. تشخيص. امايل لو انجينا. ضغط ما عندي، عندي بس سكر. سكر عندك؟ بس سكر. شو الوضع الدكتور؟ مستقر. مستقر. لا ما يصير. تقوم بالسلامة إن شاء الله. الله يبارك فيك أستاذ. مشكور. مشكور أستاذ. طيب إن شاء الله. السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله. شو الصحه؟ الله يحفظك، صحه وعافيه. طيب ان شاء الله. الحمد لله وشكر، الحمد لله وشكر. شو صار لك هنا؟ والله الحمد لله وشكر، كادر ممتاز. تستاهل انت. من لا اشكرك، رحم الله والديك، يعني من المضمدين لحد الدكاتره. ومستشفى مرتب. الحمد لله. الحمد لله وشكر. شو الوضع؟ مسوي قسطره. مسوي قسطره؟ اي مسوي قسطره هسه على العلاج. يلا شو تقوم بالسلامه. الله يسلمك اشكرك. طيب ان شاء الله. اشكرك رحم الله والديك، لنا ولكم ان شاء الله. أنا سعيد أكون مع كادر طبي بالجيش الأبيض اللي يشتغل بظروف استثنائية بتحديات كبيرة، يحمل رسالة إنسانية. أحب أذكركم لما اخترت مهنة الطب كان هدفكم هو خدمة الناس. العراق يمر بظروف استثنائية، ظروف صعبة، قاعد تقومون بواجباتكم على أفضل ما يمكن بوضع استثنائي، بظروف استثنائية. المطلوب الدولة توفر لكم حقوقكم على أكمل وجه. عندنا قرار، عندنا إصرار بهذه الحكومة، رغم عمرها القصير، أخذنا مجموعة كبيرة من الخطوات اتجاه الكادر الطبي، أصحاب المهنة الصحية لدعمكم. أتمنى عليكم أن تتفهموا ظروف البلد، وأعطيكم وعد أنه كل من يتقدم يوم، كل من يفتح عن فرصة ليكون على مستوى العراق الصحي واحدة من أفضل الدول في الشرق الأوسط بأفضل أطباء. فهذا يجب أن لا ننسى أنه ماضينا كانت بمقومات نجاح. عندنا ظروف الحروب، سوء الإدارة، الفساد مست بسمعة العراق، مست بكرامة العراقيين. مطلوب أن نستعيد هاي السمعة. أتمنى لكم كل توفيق. إيش عندكم احتياجات؟ أنا جاهز لأستمع لها. خلكم احتياجاتنا في اختصاصاتنا في عملنا.
أقولها بصراحة، يحس في قلبي أدخل في مستشفياتنا أشوف ظواهر النواقص ما تليق لا بسمعة الطب ولا بالطباء، وهذا مو مشكلتكم ترى، مشكلة الدولة اللي توفر لكم الأشياء الصحيحة. أنت ما مسؤول عن بناء المستشفى، الدولة هي تقدم الدعم لوزارة الصحة. هناك من حاول يعبث بكل شيء بالعراق، بس لا عندنا فرصة، فرصتنا خلي يكون نتفائل بالمستقبل، نصنع الأمل. وأنتم بالأخص أطباء، أنتم صناع الأمل. اليوم عندكم في المستشفى حالات كلها تخص القلب وحالات قد تقوم بها تحديات، فأنتم صناع الأمل، فيجب أن لا نستهان بدوركم كأطباء، بدوركم ككادر صحي، وخلينا نتفائل. أريد البسمة تصير على وجوهكم، بدون بسمة ما نقدر نشتغل. بس لا تنسون من كان أجدادنا، تاريخنا. أنا كنت في واشنطن، جيت قبل يومين، جبنا قطعة أثرية ويانا تمثل حضارات العراق. هاي الحضارة غزت العالم كله في يوم من الأيام، فلا يكون عندنا استسلام لبعض التحديات. شلون نحول التحديات إلى فرصة نجاح؟ هذا الكلام مو فقط لرفع معنوياتكم، هذا الكلام يجب أن نبني عليه لصناعة هوية وطنية. هذه مو شعارات، هذه كلمات يجب أن نؤمن بها. شفت من صار عندنا عد البعض قناعات بمشاريع طائفية، وين رحنا؟ رحنا حرب أهلية. ودائما أنتم أطباء شفتوا إيش قد ضحايا جاءوا بالمستشفيات، أما مجهولة أو مضروب إطلاق رصاص على صراع كاذب. إحنا بالنتيجة بشر، تجمعنا الإنسانية، وفي العراق تجمعنا الوطنية. فيجب كلنا عراقيين، يجب أن نبني مستقبلنا. مستقبلنا هو ضمان لأبنائكم وأحفادكم إن شاء الله. إيش عندكم تحديات؟ أعرفها كثيرة، لكن نعمل على تدليلها. في كل الشبع في الوزراء، قطاع الكهرباء، الصحة، التعليم والنفط، دائما عند استثناءات نعطيهم استثناء لدعمهم. بلد بتحديات مثل حلب سنة حلب وقت أكثر. مع كل هذا نحاول نأسس لقيم جديدة حتى نساهل كليتنا. مع كل هذا عندنا فرصة، العراق يستحقون، أنتوا تستحقون، فيجب نتعاون سوية. والعراقيين شعب طيب يستحق من عندنا الكثير. مرة ثانية أشكركم، أشكر جهودكم الجبارة بهذه الظروف تشتغلون بهذه التحديات، فأتمنى لكم التوفيق لكم وعوائلكم. واللسان عاجز عن الشكر حقيقة.